تكون اللي بيجي بيشتري عارف كل حاجة، عارف كل، ما يغروش الناس. أنا بكلم أي بياع برضو، ما تسلمش اللي بيشتري منك، خليك أنت مع قلبك معاه. قبل مثلا ما أخد منه 100 أو 200، لا أخد منه 50، أديله حتة معتمدة وأخد منه 50 والمية الزبون جاي معايا بيديني، بس اديله حتة عدة معتمدة. انا بكلم بقى البياع زميلي، عشان في ناس بتيجي تلطم هنا. ايوه بتيجي تلطم وبيقول لك مش هننزل السوق تاني، اشتري من حد معتمد يا بيه، ما تاخدش من جنب الحيط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله احنا في السوق الخميس النهاردة، واحنا طبعا بنشوف الجديد دايما حبيبي يا باشا، وبنجيب لكم كل جديد وتحديثات في الانواع والموديلات والاسعار. زي ما احنا شايفين حاجات هنا مع الحاج علاء، كلكم عارفين الحاج علاء البوشي. السلام عليكم. ابيض يابا، ازيك يا استاذ علاء؟ عامل ايه يا حاج؟ كل سنه وانت طيب. ناس وانت سنه طيب. جديده، سنه سعيده عليكم كده وعلى كل المتابعين. سنه جديده عليك وعلى وسعيده عليك وعلى كل الامه الاسلاميه. أمين. يا رب. أمين. ان شاء الله كل العملاء، احنا شايفين الناس اهي. السلام عليكم. حبيبي يا استاذ محمد، الف مره يا رجاله. الله يخليك. عاملين ايه؟ الراجل ده بيبيع لكم باسعار ايه؟ لا علاء، علاء 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 وصابر الاثنين، احنا عايزين طريقه والاثنين حلوين. ربنا يبارك فيك. احط كده على علاء كده مليون ال 20، يعني عامل معاك الصح والواجب. زعلك حاجه؟ لا ده حبيبي. ما زعلكش حاجه؟ احلى فيوم اصلي، احلى فيوم. الراجل ده من فيوم يا جماعه، جاي مخصوص. انا جاي مخصوص هنا. لا يا عم، الراجل ده جاي لي من لا يا عم، جاي من الفيوم يا جماعه. يا ابو كريم، انا من متابعين القناه وعارف الناس، اشترى من الناس هنا والناس عملت معاه صح. الحمد لله، عرفنا علاء وعرفنا صابر من عندك انت يا استاذ محمد. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك لك يا رب. ان شاء الله يبارك لعلاء وصابر برضه. صابر بعيد اهو، احنا بندعي له ده عن ظهر غيبه. صابر اخويا، صابر محترم يعني. اللهم امين. والله احنا بنجيب الناس اللي احنا بنحس ان هم ممكن يفيدوا الناس وممكن يخدموهم، ويبقوا صادقين باذن الله، ودايما ان شاء الله عند وعدنا باذن الله. هنجيب لكم كل جديد وكل مفيد ليكم ان شاء الله متابعين القناه. انتوا اغلى حاجه وانتوا على راسنا كلنا. اسعار حلوه وروح لينا يعني عن بره، عشان كده احنا جايين من الفيوم نجيب منه هنا. اهلا، كل سنه وانت طيب حبيبي. عم احنا ان شاء الله يعني من السنه الجديده برضو عندنا عروض، واحنا عاملين مفاجاه للمتابعين. طبعا حضرتك عارف ان احنا بنعمل مفاجاه كبيره في السنه الجديده ان شاء الله. يعني في حاجه حلوه، ده حاجه قنبله باذن الله، ويمكن انت عارف، بس الناس تستنى على اول السنه الجديده. اول السنه الجديده، اول السنه الجديده. اوعى تشتري غير من عند علاء البوشي، اوعى تروح اي حته. ان شاء الله السنه الجديده هيبقى فيها عروض قويه جدا. حبيب. جدا حبيب. عند الاستاذ علاء يا جماعه، احنا عايزين الناس كلها تشتغل. احنا بنتكلم يا جماعه، الناس دلوقتي لسه شاريه وبيتكلموا دلوقتي، بيقولوا الراجل عمل معانا الصح وعمل معانا الواجب. ناس بتجينا من شمال سينا، ناس بتجينا من اسوان، ناس بتجينا من اسيوط، بني سويف، جميع المحافظات. الحمد لله، بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، جميع المحافظات بقى لينا فيها مكان واثنين وثلاثه، بيجوا بياخدوا عدتهم من عندي وفارش مكان واثنين وثلاثه بفضل الله باذن الله. طبعا انت بتفرش اماكن، يعني ممكن أماكن مثلا اطلب لك، اطلب منك عده لمحل. لو 100 صاروخ، 100 هيلتي، عايز مفكات، عايز 50 دستة، 100 دستة، يعني أي عدة نطلبها منك، أي عدة، أي كمية شخصي أو للشغل. أنا بقول لك احنا لينا جميع المحافظات ديت، والناس تنزل تعتمد. الناس اللي فتحت محلات من عند علاء البوشي شكلت من عند عدة محلات في جميع المحافظات. بسم الله ما شاء الله. طب انت عندك على التعليقات برضو يا فندم، في الناس اللي بتقول في التعليقات ان انت فعلا خدت منهم، خدوا منك طلبات، وطلبات الحمد لله بالجمله بتتم باسعار احسن من الاسعار الفردي. طبعا الجمله لهم وضع في الاسعار طبعا يختلف عن الايه الفردي. لما تبيع لي مثلا واللي عايز يعمل مشروع 200 قطعه، 300 قطعه، 1000 قطعه، غير ما تبيع لي قطعه واحده. طبعا، واحسن مشروع. انا بقول للناس مثلا اللي عايزه تعمل مشروع، اللي عايز يبتدي في اي مشروع ومعهوش مهنه، يعني هو معهوش مهنه، زي يعني اللي هو ملوش مهنه سواق، مع احترامي للسواقين فوق دماغ، يعني اي واحد يا جماعه مش متعلم صنعه، مش متعلم مهنه، متعلم مهنه ممكن يشغل قرشين معاه، ممكن يشغل قرشين مع نفسه، مش معايا، مع نفسه هو، مع نفسه قصدي، مع يجيب له موجودين معايا يعني. ايوه، يجيب مثلا شغل ويأجره، شغل ويبيع، يعني ياخد صواريف ويبيعات زي كده. طبعا في المنطقه اللي عنده بتاعته، واحد عايز يعمل شقته، عايز صاروخ، عايز شنيور، عايز هيلتي،
عايز كومبلوسر، عايز مكنه لحام، طب ما تجيب له الحاجات دي يحطها في دكانه صغيره، حاجات بتاعت 4-5 آلاف جنيه مثلا. مثلا وانت موظف خليها حسنه مداريه، جمعيه للعيال، تعرف تجوز بنتك، تعرف تعمل مصلحه. عشان ما تقوليش مفيش شغل، انت هنا الشغل، شغل دماغك، شغل دماغك يا بيه. ايوه انما انت قاعد وتقول انا اصلا مش عارف اعمل مصلحه. لا يا حبيبي لا، انزل، انت لو معاك 5000 جنيه ممكن تعمل مصلحه، انزل اعمل مصلحه، كل يوم يجيبوا لك فلوس وانت قاعد. ده الصاروخ بيتاجر ب 100 جنيه وب 50 جنيه، انت لو جالك واحد 60 جنيه ب 40 جنيه. انت لو جالك واحد عشان انت بقى ما تطمعش في ال 50 جنيه وال 100 جنيه. لو جالك واحد قال لك هاتوا ساعتين ب 20 جنيه شغاله 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 وطلعه يا عم، ده مش هيقول لك انا جعان انا تعبان انا مش هروح الشغل. لا هيروح ويرجع صاروخ، يشتغل صاروخ 100 100. هيروح ويرجع هيلتي برضه، هيلتي برضه. هيروح ويرجع مفك برضه، تمام، هيروح ويرجع كومبلوسر برضه، ومنك هترزق، ومنه اللي خد منك هيعمل مصلحه، تمام. خلص بيها مصلحته، خلص شقته، في صنايعيه ما عندهاش عده تشتغل بدل فيه. ما يروح يجيب صنايعي ياخد منه 300 جنيه و 400 جنيه في شغلانه ساعه او مش ساعتين. حضرتك ساعات بتصادف بتجيب حداد يقول لك معيش مكنه لحم، او الصاروخ بتاعي مثلا متاجر، ده هو غلبان شحات زيي، يروح ما معهوش يا عيني صاروخ. انت بقى اجر له الصاروخ، اوجد له الهيلت، ده مشروع اهو، اوجد له مكنه اللحام، ده كده مشروع، اوجد له الكومبلوسر، شغل الدماغ. تمام تمام يا سعداء، ربنا يبارك فيك يا رب. طب قول لنا بقى الاسعار الجديده وتحديثات الاسعار اللي موجوده. بص يا عم محمد، احنا ما غليناش برضه، احنا مع الناس. احنا مع الناس برضه، ما غليناش السعر. لا 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 لا، بس انا مثلا كنا بنقول ايه، الصاروخ ال 1010 مثلا دلوقتي ب 1100 جنيه. 1010 ب 1100 جنيه جديد اللي هو الكراون، مش كده؟ ولسه بقول لك ب 25% هتنزل. ايه بتيجي؟ ايه تاني؟ خلاص بقى كده كفايه. لا هو زي ده. ده 1010، انا ببيعه كامل كامل بملتزماته، يعني اليد كل مشتملات اهو، صامولتين لو عايز الدروه بتاعته اللي هي الحمايه، بركب لك الحمايه، بقول للزبون 500 جنيه لو جه معايا حك في 50 جنيه 450 جنيه يا بوشي. يلا يا عم خليت فين بقى، كنا بنبيعه ب 400 جنيه زودنا 50 جنيه، انا بقى اللي ببيعه، بس انا عشان الحمد لله عندي بدل الحته 1000 حته اللي ببيعه، لو انا ما عنديش مش هعرف اشتري ليك تشتغل، فانا بديهولك ب 450 جنيه ما تفخلش عليا، انا بديك صاروخ تشتغل بيه، مش صاروخ ترميه. ايوه بديله حاجه محترمه يعني، حاجه تشتغل اهو، خد يا ابني حاجه محترمه الصاروخ ده، تمام، دور الصاروخ اوريك الصاروخ، احنا جبنا حاجه عشوائي مثلا. دي ما بتتقلش على الفرش اهي، على الفرش، قول لي بقى جرب كده، جرب يا عبد الله، هنشوف يا جماعة التجربة قدامنا عملي، هوريك بقى على الطبيعة، التجربة قدامنا عملي على الطبيعة ايه؟ على الطبيعة يا جماعة، هيجرب لنا الصاروخ. بص ما اقولكش الشرارة، اصل ده هو عايز الشربون، مفيش الكلام ده، صوته خشن، اصل الترس بس، مفيش الكلام ده، لو مش حلو كامل صوته مش رايق ما تاخدوش. صاروخ تشتغل بيه، مش صاروخ ترميه، صاروخ تشتغل بيه. صينية كلها بنفس المستوى كده، صينية ايه؟ دي صينية برضو، دي صينية ماكيتا ياباني اصلي، بس يا عيني ولعت، كنت عشان انا مكان كان محروق، معلش ربنا يستر على الناس كلها. العدة اللي فيه كلها جديدة، غيرت انا مثلا فرغة للي مش عارف يجيب صينية ماكيتا، انا عندي صينية ماكيتا ايه؟ دور كده يا عبد الله، حالة بلادها، دور يا حبيبي. ما كده يا بني عشان. انت من هواة العدد الاصلية، العدد الياباني. خلي بالك، خلي بالك الزبون بيعرف الصيني من الياباني، اللي حاطط في دماغه ان الراجل دوت ما يعرفش حاجة، هو نفسه البياع ده ما يعرفش حاجة. طبعا ما يعرفش حاجه، لا اللي عارف. بيجي بيشتري عارف كل حاجه، اكيد عارف كل، ما يغروش الناس. انا بكلم اي بياع برضو، ما تسلمش اللي بيشتري منك، خليك انت معاه قلبك معاه، قبل مثلا ما اخد منه 100 او 200 لا اخد منه 50، اديله حته معتمده واخد منه ال 50
والمية الزبون جاي معايا بيديني بس اديله حتة عدة معتمدة حتة عدة يشتغل بيها. انا بكلم بقى البياع زميلي عشان في ناس بتيجي تولتم هنا في فعلا الناس ايوه بتيجي تولتم وبيقول لك مش هننزل السوق تاني فعلا. طب ليه يا باشا؟ حصل فعلا. اشتري من حد معتمد يا بيه ما تاخدش من جنب الحيط. الصينية دي كده عاملة كام يا عم علي؟ دي الصينية دي يا عم محمد لو هي مثلا في الحالة اللي هي بتاعتها مثلا الباكيتا تاخدها مثلا من عندي بقول 1500 جنيه، أنا عشان الوضع اللي هو مثلا محروق أنا معايا صينية ما فيهاش حاجة، أنا بقول إيه؟ 1000 جنيه، لف بلادها زيرو ولكن هي الفرغة هي لف بلادها لا وليا الفرغة ياباني اللي ما أعرفش الفرغة اللي هي الجسم بتاعها الكفر ده الكفر ده اللي هو ماء بيمسك منه اليد اللي بيمسك منه ده حتى تلاقي يمكن لا يقول له لون تاني